صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وحاجات جديدة وحاجات لرمضان وغير رمضان وعيد الأم، كل الحاجات دي النهاردة جديدة هتشوفوها في سنتر هي وبس. طبعا انا فرع الإبراهيمية، وهكتب لكم عناوين الثلاث فروع، سيدي بشر وكمان سموحة. في حاجات جديدة حلوة تنفع هدايا عيد الأم، وتنفع كمان لاستخدامات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. زائد اللي فيه حاجات كمان بتاع زينة رمضان هتشوفوها معايا دلوقتي. هنشوف مع بعض ايه الجديد وايه الحلو عندهم. اول حاجة معايا الحاجات الحلوة الجديدة دي اللي هي زي ايه، هقول لكم. عجان ستانلس، بس الجديد اللي هو مربع، انا اول مرة اشوف المربع. وفي كمان المصفى. اول حاجة معايا ده العجان ده ب215 المقاس ده، وفي كمان ده هو 215، وكمان عندنا المصفى دي الكبيرة 245، والصغيرة دي ب215، يعني مقاسين من المصافي، بس طبعا شكلهم حلو قوي، ويتحطوا كده في الحوض كمان، ياخدوا بقى معاكي فاكهة كتير وخضار كتير. وعندنا المدور الطقم كامل على بعضه بكام؟ 195. كمان في طقم تاني عجان برضو، كام واحد مع بعض؟ تلاتة بكام؟ 320. كنت مصورها لكم الفيديو اللي فات. كمان الحلو لرمضان فانوس رمضان على شكل ديسبنسر، على شكل فانوس بالحنفية بتاعته بلاستيك، بكام؟ ب59 جنيه. في الوان، بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، في الوان كمان احمر وازرق وموف. كمان في الباسكتس الصغيرين دول الثلاثة ب14 طقم، وده كمان برضو مدور الثلاثة ب14 جنيه. الكوبايات اللي هي البلاستيك دي ب10 جنيه الكوباية، وفي كمان ب14. عندنا كمان علب بهارات شكل جديد زي ما انتوا شايفين اهو، بكام البنوتة دي؟ دي ب11 جنيه. طب واللي هي على شكل براد مكتوب عليها كافي دي؟ ودي ب24 جنيه. طبعا في ايه اشكال اهو، الوان منها، دي الوطنية. تمام. في كمان الطقم ده هدية، تلاتة فوق هدية جديد، تلاتة فوق ينفع هدية والله، تلاتة في واحد زي ما انتوا شايفين اهو، وفي مقاس تالت صح؟ تمام، هما تلات مقاسات. بكام بقى بالمعالق بتاعتهم؟ 49 جنيه التلاتة. وفي كمان الطقم ده الأربعة اللي هما بيتحطوا في بعض، بيتشبكوا كده في بعض، سعره كام؟ الأربعة دول ب55 جنيه. والتلاتة، في أنا شايفة في تلاتة كمان، التلاتة دول يا بنات اللي هو اللي انتوا عارفينه ده اللي هو بيتحط في بعضه، عاملين 40 جنيه. في كمان العلب الجديدة دي بتاعت البقوليات التلاتة، عاملين 75 جنيه، جداد برضو اهو شكلهم من بعيد. والعلب طبعا دي انا صورتها لكم قبل كده، كل شايفين كمية علب كتير قوي، وده الفيديو اللي فات فصصت لكم العلب دي برضو، شكلها تحفة حلوة جدا، يعني كميات علب كبيرة قوي هنا اهو. انا ما بقولش الاسعار عشان انا قلتها لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، بس بوريكم يعني الاشكال اللي موجودة دلوقتي ايه. في كمان بصوا الازايز دي جديدة، هي كده يعني بلاستيك بس حلو، زي ما انتوا شايفين للخل والزيت. في مقاسين، مقاس الكبير والمقاس الصغير، الكبير ب49 والصغير ب29، زي ما انتوا شايفين اهو من بعيد، دول معمولين للخل وللزيت مخصوص. يعني دي بقى بتاعت البطاطس، لما تعملي لولادك بطاطس محمرة تحطيهم فيها كده، هي زي الكرتون يعني، هو بلاستيك شبه الكرتون اللي بيتباع بره بس بلاستيك. تمام، احمر واصفر، سعرها ايه؟ 6 جنيه. في كمان بقى الجديد اللي هي المادة دي اللي هي للتنشيف، هو زي كده جلد كده، هي تنفع دواسة وتنفع بس هي كيتشن مات، لا دي للتنشيف يا جماعة، الكوبايات وكده، بيقولوا اللي هي بتمتص المية زي ما انتوا شايفين خامتها اهو. وفي بقى منها الكبير ده، طبعا دي دواسة، دي بكام؟ 140 جنيه.
وفي بقى اشكال اهو، وفي الاصغر كمان ب100 جنيه. دي تتحط على الباب ب100 جنيه اهو الاشكال بتاعتهم. وفي برضو دي بتاعه الباب بكام بقى؟ 185. كمان معانا العلب اللي هي الاكريليك الشيك دي بتاعه التلاجة الجديده، زي ما انتم شايفين اهو، كنت صورتها قبل كده بس بوريكم المقاسات برضو وايه الموجود. دي ب170 جنيه الصفرة، والصغننه دي بكام؟ ب30. طب ودي اللي بايد؟ لا اللي دي دي ب80 جنيه اللي بايد. وريني دي اللي ب30، دي صغننه. في كمان السبت الجديد ده بتاع المفروض ممكن تحطي فيه لعب، ممكن تحطي فيه غسيل، تحطي فيه اي حاجه. اهو حجمه بيتضم كده ويتفرد زي ما انتوا شايفين اهو، ده حجمه. سعره 100 جنيه. في كمان المساحه دي بتاع زمان اللي هي تميمه، عندي منها انا دلوقتي ب115 جنيه، برضو حلوة مفيدة بتتعصر كده على طول، واللي هي هنا بتتقفل كده على بعضها بتعصريها فبتتضم. دي برضو عملية وحلوة يا بنات، 115 جنيه. في كمان دي اللي هي بتدخل الاماكن الضيقة اللي ممكن تمسحي بيها بقى من تحت الدواليب، تحت السراير، تحت البوتاجاز كده يعني، ب49 جنيه. زي ما انتوا شايفين رفيعة، بتطول ولا هي كده بس ايديها؟ بتطول؟ لا مش بتطول. في كمان الغطا ده اللي بتغطي بيه الاكل والفاكهه وكده ب25 جنيه، في منه الوان اهو معدن. هو في كمان دول ستة منخل، ده منخل ستة مع بعض ب95 جنيه. طبعا انتوا عارفينه يعني اللي هو ايه، بصوا رفيع قوي ده. في كمان العلاقة الخشب دي ب40 جنيه، تعلق بقى ورا الباب في اي مكان. في كمان الستاند ده ممكن تحطيه في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، شكله شيك قوي، تحطيه على الرخامه وتحطي فيه التوابل اي حاجه، اقلبيه الناحيه التانية. وممكن تحطيه كمان في الحمام، تحطي فيه الشامبوات وحاجتك يعني، يعني كل حاجه الحمام. بكام؟ سعره 160 جنيه. كمان معانا دول الحلوين قوي اللي هما الجولد، الطاسات الجولد دي التلات مقاسات، المقاس الكبير ب209 زي ما انتوا شايفين كبير قوي، والمقاس الصغير ب190. هو سريعا بقى ايه الوسط 240 ولا كام؟ وفي كمان المقاس ده ب205 الوسط، بس شكلهم حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين اهو. هو النور برضو مش مساعدني قوي، وغواط حلوين قوي رمضان دول كمان. ودي 240. كمان في الملاحه دي بالستاند بتاعها حلوين قوي، 180 جنيه، شكلهم حلو قوي ماربل. وكمان معايا المطحنه الخشب دي، خشب صح؟ اه بتاعت الفلفل الاسود بكام؟ عامله 80 جنيه اهي. وطبق الفاكهه الحلو ده عامل 185 زي ما انتوا شايفين، شكله شيك اهو. ده حامل مناديل خشب، بصوا بيتركب بيبقى كده اهو، شكله برضو ظريف، ب70 جنيه خشب. والكتكوتة دي بتتحط على البوتاجاز علشان تحطي فيها بقى عليها المعالق، هنا اهو من دول اهو، تحطي فيها بقى المعالق او غطا الحلة زي ما انتوا شايفين، ودي بتتفتح كده وتحطي هنا الغطا. بكام؟ ب25 جنيه، شكلها ظريف قوي. في كمان المصفة بتاعت المعالق الخشب دي لوحدها كده ب85 جنيه، صفاية معالق خشب. وفي العلبة بالغطا الخشب دي ب50 جنيه، وعلب بهارات زي ما انتوا شايفين وزيتات، ودي اكريليك ب80 جنيه. عندنا الطقم دهتي اللي هو ده اللي هو المفروض الصاج. بصوا يا بنات الطقم الصاج ده كام قطعة؟ أربعة زي ما انتوا شايفين اهو، معلش بعتذر الصوت عشان المحل ما شاء الله زحمة. أربعة بكام؟ تلاتة بكام؟ 495. 495 هو ده مصري ولا تركي؟ تقريبا تركي انا حاسه كده.
وتقيل يعني حلو. بس كده في كمان الرف بتاع التوابل ده شكله ظريف قوي جديد، حلو قوي عجبني وسعره حلو 47 جنيه. تحطي اهو بصوا هو مفتوح اهو، ده شكله هو 2 رف وتحطي بقى هنا التوابل بتاعتك عليه، شكله ظريف قوي يا بنات وسعره حلو 47 جنيه. معانا كمان الجديد بقى، طبعا انتوا عارفين كل جديد لازم انا اوريه لكم. دي بقى بتاعت ايه؟ بصوا دي بتاعه القطايف او السمبوسك الاثنين، لا السمبوسك اكتر او القطايف لو انت هتعمليها بقى عجينه. بصوا انت دلوقتي دي هتحطي هنا السمبوسك بتاعتك وهتضغطي كده، هتروح عامله فجوه كده هنا، هتروحي حطاها هنا وحشيها وتروحي قافلاها كده تمام. دي بكام؟ 120. دي السمبوسك، للسمبوسك يا جماعه مش القطايف، 120 جنيه. في كمان المكبس البرجر ده انا عندي منه، ده حلو جدا، اسهل مكبس ممكن تشوفيه، بلاستيك وتحطي هنا البرجر وتحطي كده، بس هنا تحطي الاول كيس، الاكياس اللي هي بتتقطع دي المقطوعه جاهزه، وتحطي البرجر وتحطي برده فيها كيس صغير وتضغطي كده، بتاخد الشكل وفي نفس الوقت سهله جدا وسعره تحفه ب 20 جنيه. ده حلو قوي، جربته بجد حلو. في كمان الكوفي بريس ده سعره ايه؟ 180 جنيه. دي مصفى، دي صفايه حوض ستانلس، بس الاحواض اللي هي الجديده بقى مش القديمه، 25 جنيه. ودي قوالب ثلج سعرها 19 جنيه. ده ايه بقى؟ ده جوانتي سيليكون اللي هو اللي بالفرشه ده ب 49 جنيه. والمج بالشاليمون ده ازاز ب 60 جنيه. صورنا ده احنا. في كمان ده اللي هو الورق الزبده اللي متقطع للاير فراير، ده كام واحده بكام؟ 170 جنيه. في حجم تاني ولا هو حجم واحد؟ الحجم ده بس. في ملاحات كمان اهي صغننه ب 29 جنيه، وده ب 20 جنيه، ده اكريليك وده ازاز. الكوستر ده جه تاني، كنت جايبه منه قبل كده، ده اللي هو الخشب حلو قوي. ده سعره ايه؟ عامل 79 جنيه. ده كان اختفى ورجع تاني. كمان الصواني الخشب الحلوين قوي دول ب 350 جنيه ثلاثة. طبعا خشب حلو اهو زي ما انتم شايفين، يعني تشبه بتاع ايكيا شويه، ب 350 جنيه. دي بقى اللي هي بتاعه تحطي فيها الخضار او تحطي فيها الفاكهه او اي حاجه انت عايزه تحطيها. بصوا ممكن بقى تعمليها زي ما انت عايزه، 149 ممكن الشكل بتاعها تحطيه زي ما انت عايزه، 149 جنيه. عندنا كمان الخوص دول زي ما انتم شايفين اشكال كتير، ثلاثات كله اطقم. ده سعره كام؟ في الطقم الثلاثه ده سوري 289، ثلاث مقاسات اهو، ده كنز. وفي منه كمان الغويط، في كمان البوكسات الحلوه قوي دي بصوا ثلاثه 320 جنيه، زي ما انتم شايفين شكلهم تحفه. وفي منهم اللي هو الخيش ب 295. وفي كمان هو ده، هو ده اللي انا شفته. طب وده ايه؟ هو ده تمام. بصوا بقى كمان دول الثلاثة ب 220 برضو، تحطي فيها زرعة، تحطي فيها اي حاجة انت عايزة تحطيه، في منها الجري وفي منها البني، ده البني بالواحدة ب 65 جنيه. الثلاثة الواحدة ب 65 زي ما قلت لكم، والطقم الثاني الثلاثة في منه البني كمان بكام؟ 220. في كمان دول اللي هي الصفايات، يعني اللي هي بتطلعي بيها الحاجات من الزيت، ب 5 و3 مقاسات، 65 و60 و55 زي ما انتوا شايفين اهو، طبعا مش بتصدي ولا حاجه وتقيله وايديها خشب، شكلهم حلو قوي وبرضو عمليين. في كمان المصفى الجديده دي ب 49 جنيه، واللي زيها برضو غويطه شويه عنها زي ما انتوا شايفين ب 49 جنيه برضو، وايديهم خشب. في كمان المدق ده من ناحيه تدقي بيه ومن ناحيه اللي هو بتخرمي بيه اللحمه زي ما انتم شايفين اهو، ب 45 جنيه ناحيتين، وايده يعني تقيل، ايده كده حديد في بلاستيك.
بصي بتدقي بيه اللحمه، بتخرميها الانسجه بتاعتها عشان تستوي بسرعه. كمان دي اللي بتطلعي بيها من مثلا اللي هي مثلا المكرونه بشاميل، اي حاجه كده بتطلعيها، جلاش اي حاجه بتطلعيها صغيره بتطلعيها من الصينيه. يعني في اللي هي مخرمه ولا ب 19 جنيه، في اللي هي دي ودي. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا بالفيديو، وما تنسيش اللايك لو سمحتي، واشوفكم فيديو جديد، وانتظروا الفيديو بتاع حاجات رمضان زي ما انتم شايفين اهو. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم، باي باي.